اتفضل يا كريم. شكرا ليك وتحياتي ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان لليوم التالي على التوالي. طبعا هنا في العاصمه تونس بعثه النادي الاهلي، الاهلي والترجي التونسي ان شاء الله يوم الجمعه في الساعه 8 بتوقيت تونس، 9 بتوقيت القاهره. كالعاده بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي للجهاز الفني، ان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراه. 3 نقاط هيكونوا هامين جدا في تصحيح المسار بالنسبه للنادي الاهلي، وايضا كمان نقطه وحيده ايضا كمان بالنسبه للنادي الاهلي ايجابيه، لكن عارفين كلنا الهدف الوحيد للنادي الاهلي في المشاركه في كل المباريات وخاصه المباريات الكبيره مثل مباراه الاهلي والترجي بيكون الهدف هو 3 نقاط فقط لغير. ويمكن حقيقه لو بطمن كل الجمهور وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على الحاله المعنويه، حاله لعيبه النادي الاهلي سواء في التدريبات، حاله التركيز الشديد اللي اكدنا عليها هنا في فندق الاقامه. الحقيقه طبعا يمكن كل التحيه للكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام مستر باتريس كارتيرون على فرض السيطره الكبيره وفرض التركيز الكبير على البعثه بالكامل. يمكن هذه الاجواء ان شاء الله تكون منعكسه على فريق النادي الاهلي في المباراه، التركيز ده ان شاء الله يصب في مصلحه فريق النادي الاهلي، كل لعيب يلعب حتى اخر نفس واخر دقيقه كعاده لاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله يتركوا التوفيق على المولى عز وجل، وباذن الله ان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي. يمكن لو بنتكلم النهارده على اليوم هيكون ازاي مع فريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي وجهاز الفني للنادي الاهلي، في البدايه هيكون في مؤتمر صحفي لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني والكابتن شريف اكرامي كابتن فريق النادي الاهلي في الساعه 7:15 هنا في العاصمه تونس بالملعب الرئيسي ملعب رادس 8:15 بتوقيت القاهره. يليها في الساعه 8 بتوقيت تونس التدريب الرئيسي للنادي الاهلي على استاد رادس اللي هيستقبل المباراه باذن الله. عايز اقول طبعا النهارده يمكن مستر باتريس كارتيرون امس كان في التدريب، الملعب كان مكشوف شويه بالنسبه طبعا للحضور بالنسبه لاي صحفي متواجد، اي حد كان ممكن يقدر ان هو يتابع التدريب، فالنهارده يكون تدريب مغلق تام، هيكون في بعض الجمل التكتيكيه التشكيل النهائي ان شاء الله لفريق النادي الاهلي اللي هيخوض به هذه المباراه. ولو بنتكلم كمان على عمرو السوليه حالته مطمئنه بشكل كبير جدا، اكيد كل الجمهور يهمه حاله عمرو السوليه نظرا لغياب حسام عاشور احد نجوم النادي الاهلي ونجوم خط الوسط. طبعا بيغيب حسام بسبب الايقاف، لكن عمرو السوليه حالته مميزه، يمكن التدريب امس كان بيأدي في التدريب الجماعي بالكره بشكل مميز جدا، التصويبات التحركات. النهارده كمان هيكون في اختبار طبي ليه قبل انطلاق التدريب المسائي لفريق النادي الاهلي، لكن يمكن بالشواهد اللي احنا شايفينها وبالحاله اللي احنا شايفينها لعمرو السوليه، عمرو السوليه بنسبه كبيره جدا هيكون ان شاء الله متواجد في تشكيل النادي الاهلي. كل التوفيق من جديد، مستمرين معاك واكيد كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ورصد خاص ولحظه بلحظه هنا من بعثه النادي الاهلي في تونس.